فعسى علي بنظرة تتصدق العشق فني والصبابة مذهبي لا يحبها يعشق. تعودنا في احتفالاتنا أن نرى تجمع الأصدقاء والأحبة والأقارب في مكان واحد وتحت سقف واحد، ولكن ما يميز هذا الاحتفال في هذا المكان وفي هذا الزمان أنه يجمع بين معلمين وطلابهم. الحمد لله رب العالمين، التقينا مع معلمينا، مع من جعلونا نرتقي في العلم، هذا العلم الذي يرتقي به الإنسان على الدوام. نحمد الله الذي جمعنا في موقف كهذا. كنت أحد طلاب مدرسة الخليل الثانوية الصناعية، طبعا من أول فوج. إحنا الحمد لله كنا من الأوائل بفضلكم طبعا وبجهودكم العظيمة. لو صرنا اختيارية وصار عنا أحفاد رح نضل نحترم الأساتذة اللي علمونا. طالب من طلاب المدرسة الصناعية بالفوج الأول في 93، تخرجنا في 95. نعم، هؤلاء الطلاب الذين تتلمذوا على أيادي هؤلاء المعلمين قبل 26 عاما، وكان تخرج هؤلاء الطلبة بمثابة الفوج الأول من المدرسة الصناعية في مدينة الخليل لعام 1995. فقد نظم طلاب تخصص الكهرباء استعمال احتفالا لتكريم معلميهم الذين علموهم قبل 26 عاما. حياكم الله، يعني باسمي واسم زملائي اللي قمنا على هذا العمل، يعني أول شيء بنشكر الحاج إياد الداعم الأول والمتواصل الأول على هذا الموضوع، الحاج إياد محفوظ. أيضا الحاج إياد أبو الفلات، يعني الحمد لله التنين حج، والحاج أشرف سيد أحمد أيضا حج، ونضال الرجبي والآن هو في التربية، طلال كاتبي بيشتغل في شركة الوطنية، وأخوك حمزة الجعبري، وكمان بديع أبو حديد. يعني إحنا الستة لا وبل يعلمون أبنائهم اليوم من بعدهم، حتى إنه بعض المعلمين درسونا ودرسوا أبنائنا. يعني في أبناء بعض زملائنا اللي إحنا موجودين هون برضو درسوا في المدرسة الصناعية، وإنتوا برضو قمتوا بتدريسهم. معتز زياد محفوظ، طالب المدرسة الصناعية صناعة آلات صناعية مع الأستاذ عزيز عارف. جمعهم سقف واحد وصرح كبير قبل حوالي 26 عاما، ولكن رغم السنين ومرور الزمان لم ينسى هؤلاء الفضل الذي امتن الله به عليهم لمعلميهم، فأصروا على تكريم المعلم الذي بذل جهدا كي يرى هؤلاء النور، وقد رسم معلموهم لهم الطريق قبل 26 عاما. منا من خرج إلى ميدان العمل مباشرة بعد التوجيه، ومنا من درس الدبلوم، ومنا من طور نفسه حتى أخذ درجات أعلى من هيك. فلما رحنا على البوليتكنيك في بعض أساتذة قالوا لنا أنتم من أي صناعية جايين؟ لما قلنا لهم من الخليل تفاجأوا بهذا الحكي. من المستوى اللي أنتم من المستوى اللي احنا فيه. لدرجة أن طلاب العلم اللي كانوا موجودين زملاتنا في قلب الجامعة في المحاضرة كانوا يتمنوا، ولو احنا كنا نعرف انه في يوم من الايام راح نلتحق في جامعة البوليتكنيك وندرس اتمتة صناعية وكهرباء، يا ليتنا درسنا في الصناعية. نعم، انه المعلم الذي سطر وعلم وابدع ونفع، انه المعلم الذي مهما تحدثنا ومهما قلنا في حقه فاننا مقصرون. كل عبارات الشكر والامتنان لا يمكن ان تعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لك معلمنا. معلمي، رزقك الله الصحة والعافية بعد ما علمتنا.